هذه الوطني مباشر اليوم كما قلنا الخميس 16 مارس مكملين معاكم حتى ان شاء الله الثمانية غير ربع. قلنا في الجزء الرئيسي من حلقتنا اليوم يحضر معنا رئيس حزب افاق تونس سيد ياسين ابراهيم. مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير سي ياسين، شنو احوالك؟ سبا صحتك لاباس؟ يعيشك، تفضل. مرحبا بك سي ياسين بحضنا في الوطنية مباشر. الله فيك، مساء الخير، مرحبا. يعيشك. احلى يوم الكل. ساعه اليوم علاش ماكش لبس تونسي؟ والله حق لبس جبه اليوم بالحق. كارك نسقت مع جماعه عندنا ولايه كانوا ينجموا. شفتك كي خلطت قلت محليهم تشوفوا حتى برشا كل الجهات. أي ممثلة هنا، يعطيكم الصحة. يعيشك، إن شاء الله ديما هكا تونس يتمسكوا بكل ما هو تونسي، خاصة أنتم الشعار الخمسة. احنا شعار الخمسة، التقاليد، الأصالة، يعني ديما في تونس معناها من خاصياتنا وأنه لازم ديما تقاليدنا في كل الجهات راهو في اللبسة وفي الأكل وفي العادات. يعني عندنا خاصيات في تونس والحقيقة حتى تتنقل ساعات من معتمدية إلى معتمدية أخرى، ومن اللي في النشاط السياسي معناها دورة الجمهورية توا قريب 10 مرات في أي. في 6 سنين وعديد برشا وقت مع الناس، وحقيقة عندنا كنز في تقاليدنا. به نبدا معاك بالتواريخ المقرره مبدئيا والا نهائيا، انت تاكد لي للمؤتمر 31 مارس 1 و2 افريل ان شاء الله هذا هو التاريخ النهائي للمؤتمر الخاص بكم. صحيح، احنا المؤتمر ان شاء الله الافتتاح يصير نهار 31 مارس والاشغال من بعد الداخليه تصير يوم 1 و2 افريل. من المنتظر وحسب هكا شويه كلام الصحافه والاعلام انت باش تعاود تترشح مره اخرى، حديث على زوز مترشحين باش يكونوا موجودين امامك. حسب المقال اللي قدامي من حقائق اونلاين يقول لم يقع الى حد الساعه الاعلان النهائي عن الاسماء وجود نوايا ترشح للرئيس الحالي للحزب ياسين ابراهيم، اناطق رسمي فوزي عبد الرحمن، وتوقع ترشح القياديه بالحزب وكاتبه الدوله دا وزيره شؤون الشباب والرياضه المكلفه بالشباب فاتن قلال. تاكد لنا هل هذه القائمه النهائيه للمترشحين والا لا؟ والله ماهيش قائمه نهائيه. سي فوزي بن عبد الرحمن اعلن على ترشح فاتن، ما زلت ما اعلنتش. ممكن انا شخصيا باش نعلن على الترشح، نستنى في هيئه التنظيم وقتاش باش تعطينا التاريخ اللي نجموا نعلنوا فيه على الترشح. ممكن يكونوا فما مترشحين اخرين، وهذا هو بمعنى هذا هو الهدف من اي مؤتمر في الحزب. ما عندكمش هكا؟ والله شوف برشا كلام كي تبدا فما مؤتمر في التحضير ديما فما برشا كلام. الحقيقه هي انا نعتبروا احنا ديما في افاق تونس هذه فرصه، هذا المؤتمر الثاني بالطبيعه للحزب، تراس الحزب في انشائه سي محمد الوزير، ثم عملنا عمليه توحيد في 2012 مع حزب البي دي بي 8 احزاب اخرين وعديد من القائمات المستقله، وعملنا حزب الجمهوري. ثم انطلقنا من جديد في اواخر 2013 في 2014 رسميا الجماعه اللي كانت في اللجنه المركزيه انذاك رشحتني كرئيس للحزب في الفتره هذه. وهذا المؤتمر الثاني، المؤتمر الثاني للحزب ان شاء الله معناها يكون مؤتمر في اجواء عندنا بطبيعه الحال باش نصدقوا على نظام داخلي، باش نصدقوا على لوائح سياسيه اقتصاديه واجتماعيه، لوائح على شؤون الخارجيه اليوم في بلادنا معناها عندها تاثير كبير ياسر على تونس. ثم من بعد باش ماناش باش ننتخبوا كان الرئيس، باش ننتخبوا رئيس الحزب، نواب الرئيس، الهيكل يعني المجلس الوطني للحزب زاده كدفعه اولى من كل الجهات، والجهات باش تكون كلها ممثله بطبيعه الحال في المؤتمر. وبعد المؤتمر الوطني بيصير مؤتمرات جهوية في أفريل، ونكون إن شاء الله كملنا المسار كله في أواخر شهر أفريل باش نركزوا على المراحل القادمة والمرحلة الانتخابات المحلية إن شاء الله. باهي، باش نرجعوا نحكيوا على الانتخابات البلدية، لكن نستسمحك أنه نمشيوا لربط مباشر. زميلنا وصفي موجود في المجلس على عين المكان حتى ناخذوا معاه أكثر تفاصيل حول عقد كرامة. مساء الخير وصفي، مرحبا بك. مساء الخير فاتن، مساء الخير لكل مشاهدي الوطنية مباشرة. طبعا برنامجنا اليومي حديث الشارع التونسي تقريبا الايامات هذه هو عقد الكرامة. اش معناتها عقد الكرامة وشكون باش يستفاد منه؟ هذا اللي باش يجاوبنا عليه السيد عماد الحمامي وزير التكوين المهني والتشغيل. سي عماد في الوطنية مباشرة نحبوا تفسير واضح ومدقق، شنو هو عقد الكرامة وشكون ينجم يستفاد منه؟ شكرا. عقد الكرامة هو عقد شغل بين عاطل على العمل طالت بطالته يحمل الشهادة العليا مواطن تونسي بطالته فاقت سنتين، مش نوفروا له شغل في القطاع الخاص لمدة سنتين
وفي السنتين هذوكم الدولة تتكفل ب 400 دينار والمشغل متاعه يتكفل ب 200 دينار، إذا هو ياخذ أجر صافي 600 دينار، والدولة تتحمل أيضا التغطية الاجتماعية وتتحمل الأداءات، ووزارة التكوين المهني والتشغيل مش ترافق طيلة السنتين هذيا بتكوين عن بعد في المهارات الحياتية في اللي سوفت سكيلز، وتكوين في مركز العمل متاعه في المهارات الأساسية المتعلقة بالشغل اللي خذاه. عقد الكرامة افتحنا باب التسجيل يوم أمس 15 مارس ويغلق باب التسجيل يوم 25 مارس بدخول الغاية بالنسبة للمنتفعين، وبالنسبة للمؤسسات تفتح يوم أمس باب التسجيل ويغلق يوم 30 مارس بكري شوية 6 متاع العشية. وصل عدد المسجلين 85,586 هذايا طالبي الشغل، والمؤسسات عنا لحد الآن 476 مؤسسة قدمت عروض للانتداب في إطار عقد الكرامة. وتعرفوا ممكن كل مؤسسة يكون عندها أكثر من موطن شغل باش يقع الاستفادة منه. سمحني سيد الوزير، قداش مبرمجين المنتفع باش السنة هذه؟ نعم. مثلا الميزانية المرصودة قداش وقداش المنتفع؟ لا، في ميزانية الدولة فما 130 مليون دينار مش ينتفعوا بهم 25,000 عاطل على العمل من حاملي الشهادات العليا، مش يقع توزيعهم بالتساوي بين كل ولايات الجمهورية، وفي هذا فما تمييز إيجابي للجهات الداخلية لأن أقل عدد السكان. وقت اللي نعطيه 25,000 على 24 ولاية تعطي 1,042 مش يكونوا من حاملي الإعاقة، والعدد بكله 1,042 في كل ولاية هو بالتناصف بين الإناث والذكور بين البنات والأولاد. إذن مش يكون عندنا 521 راجل و521 امرأة، وفي المجموع فما 42 من حاملي الإعاقة. في هذا حققنا أنه فما تمييز إيجابي وحققنا المساواة بين كل التونسيين. التسجيل يكون عن بعد على الموقع www.emploi.nat.tn، وراو الآن فما إقبال كبير، وهذا مؤشر إيجابي على أنه أبنائنا يحبوا العمل ويحبوا الشغل، وواجب الدولة أن يتوفر لهم ذلك، وواجب المجموعة الوطنية أن تستثمر في هذا. إحنا اليوم حكومة الوحدة الوطنية رصدت هالاعتمادات هذه الكبيرة، وما زال عنا برامج أخرى مش نقدموها إن شاء الله خلال 2017، ومتفائلين بأنه مش يكون فما هؤلاء يلتحقوا بمواطن الشغل متاعهم إن شاء الله في بضعة أسابيع إذا كان مش في ظرف شهر ونص على أقصى تقدير. شكرا لك سيد الوزير، ونعم نذكر وأنه تاريخ 25 مارس هو التاريخ النهائي اللي ينجموا يقدموا فيه طلباتهم عبر موقع وزارة التشغيل. شكرا لك وصفي، شكرا لضيفك اللي كان موجود معنا. ناخذ رايك ياسين في عقد كرامه، هذه مقترح هو حل من الحلول اللي لقاته الدوله اليوم امام ازمه البطاله والتشغيل وعدد المعطلين البطاله بالتونسي بزيد، فحاولوا انه يلقاو عقد كرامه كفورمول جديده كمقترح جديد. شفنا بتعاقب الحكومات كل مره نلقاو مقترح، اليوم عنا عقد كرامه. هل تشوف انه العقد هذا قادر انه يقلص شويه من عدد العاطلين عن العمل؟ شوف، هو من 2011 كنت تذكروا برنامج امل وقت وزير التشغيل كان السيد العايدي، انا كنت في حكومه السيد باجي قايد سبسي، كانت نفس الفلسفه. الفلسفه هو انه بعد اللي احنا في حاله في ازمه اقتصاديه وين الشركات ممكن ما عندهاش الامكانيه باش تنتدب كما يلزم، الدوله تعطي الامكانيه باش تعاونها باش تتشجع باش تعمل الانتداب، يعني تاخذ على عاتقها الكلفه ولا نسبه من الكلفه باش تنجم تخدم الشباب. عندنا قرابه 70-80 ألف شاب وشابه كل عام يجيوا لسوق الشغل، واذا الاقتصاد مش قاعد ينمو بالصفه الكافيه عندنا حاجيات لازم نلبيهم. انا نسميهم هذو برامج هامه، برامج طبقتهم كل الحكومات منذ بعد الثوره بطريقه او اخرى، هي تسمى برامج انا نسميهم شريان الصبر. يعني الحكومات تشري في الصبر، وهذا طبيعي كي نبداو في ازمه وما فماش نمو اقتصادي، ولكن ما نجموش نعملوه الى الابد. علاش؟ على خاطر الامكانيات. شريان الصبر بالمعنى الايجابي ولا بالمعنى السلبي؟ شريان الصبر بالمعنى مؤقتة، يعني شريان الصبر بالمعنى الا ترقيعية. هي شريان الصبر بمعنى ايجابي، أي؟ ولكن الحاجيات
يلزمها في اخر الامر تكون حاجيات موجوده في الميدان الاقتصادي باش الناس تنجم تخدم من غير ما تعاونها الدوله باش تخدم. هذا هو المبدا. ولكن بعد الاقتصاد مش قاعد العجله مش قاعده تدور كما يلزم. هيك الدوله تحاول بطبيعه الحال تشد. من 2011 الى 2017 النجم نقولوا للبرامج هذم البعض كان ناجح البعض ما كانش ناجح. برنامج اخر جديد من نفس النوع اليوم علاش لا؟ ولكن اليوم الماليه العموميه ولات في ازمه. أي. على خاطر الفلوس هذه منين؟ جايه من الديون. معناها قاعدين ندينوا اكثر واكثر وخلطنا الى حد أقصر. ولا صعيب ياسر باش نزيدوا اكثر ديون. هذاك علاش احنا في حاجه اليوم في التسريع في الاصلاحات، التسريع في التنفيذ في مستوى الاداء الحكومي، في مستوى الاصلاحات اللي صاروا الكل في العامين اللي فاتوا، باش الاقتصاد يرجع يدور بالعجله الكافيه، باش يكون فما توافق اجتماعي ونوع من السلم الاجتماعي، باش الاقتصاد يدور بالنسق الكافي، باش هالشباب هذايا اللي باش يدخل، وان شاء الله تكون معناها من بعد على خاطر كي دخلوا توا عشرات الالاف وباش يقعدوا كان 25,000، الحاجه يلزمنا نردوا بالنا منهم هو انه كيفاش باش نختاروهم ما تصيرش معناها ازمات اجتماعيه على خاطر الناس ماهيش راضيه بالطريقه اللي صارت فيها الاختيار للبعض على الاخر، يبدو انه فما حتى ميكانيكيه معناها عادلة بالرقمنه والتكنولوجيا وهذه خارقه العاده، ولكن باش يقعدوا يخدموا فيما بعد بعدك العامين وقت الدوله ما عادش هي باش تخلص، هذاك ما نجم يصير الى اقتصادنا يمشي بنسق احسن وشركاتنا تكون في حاله ما احسن وقت اللي اليوم هي تعاني من صعوبات كبيره. في تصريحاتك الاخيره تحدثت انه المؤتمر باش يكون شعاره الانفتاح، ايش معناها انفتاح؟ معناها باش تستقطبوا شخصيات كما قاعدين نشوفوا في احزاب اخرى قاعده تدعم في وزنها السياسي على الساحه بشخصيات جديده، والا انفتاح على احزاب اخرى من خلال تحالفات منتظره؟ والله مزهو ساعة قبل كل شيء احنا مؤتمر الانفتاح على خاطر الحزب انفتح بصفة كبيرة، كبر في المدة الأخيرة بسرعة بفضل الانفتاح، حلينا معنا الانخراطات بمعنى عدد المنخرطين والمجموعات والأشخاص اليوم. معنا عدينا على العامين 13,000 منخرط بالمجموعات اللي في كل جهات ولينا موجودين في قرابة شطر معتمديات تونس. ما كانش الامر في 2014 معناها ولا 15 لافاق تونس، في 2016 حقيقه صار نمو كبير ياسر وخلينا الامكانيه لكل المنخرطين الى اخر سنه 2016 باش يشاركوا في المؤتمر، وصارت معناها ونحيي معناها اللجنه المنظمه لهذا المؤتمر ونحيي كل المنخرطين افاق تونس، صارت انتخابات في الجهات للمؤتمرين من قبل كل المنخرطين الى اخر 2016. هذيك الدرجه الاولى من الانفتاح. الدرجه الثانيه منذ سنه انفتحنا لبعض الشخصيات السياسية اللي دخلوا مباشرة مثلا في المكتب السياسي في الحزب، كيما سي هشام بن أحمد، سي رضا الأحول وزير التجارة السابق، سي هشام بن أحمد اللي اليوم ولا كاتب دولة للنقل، بعد 4 أشهر رشحناه باش كان كاتب دولة وكان كاتب دولة للنقل، سي حبيب العوال على ولاية تطاوين، مدام نزهة البيوي كان نائبة في مجلس النواب، هذوما كل شخصيات دخلوا للحزب في الفترة الأخيرة وباش يشاركوا باش يكونوا موجودين في الفترة القادمة. الحاجة الأخيرة المهمة هو أنه في النظام الداخلي في مشروع النظام الداخلي اللي باش نقدموه للمؤتمرين باش يكون عندنا هياكل بطبيعة منتخبة للناس الموجودين اليوم في الحزب اللي باش يدخلوا في هياكلنا في المستوى المحلي والجهوي والوطني، وباش نخليه إمكانية ترشح في فترات معناها معينة بعد المجالس الجهوية مؤتمرات جهوية لشخصيات أخرى، وفي كل المستويات في الهياكل يمكن الانفتاح لشخصيات أخرى أو مجموعات تمثلها بطبيعة بعض الزعامات. شو هو المبدأ؟ المبدأ هو أنه في المؤتمرات عادة الأحزاب تنغلق، يعني تحط هياكلها تحط مرشحها وتنغلق. احنا نقولوا لا، راهو 6 سنين مدة قصيرة جدا في حياة حزب سياسي. حزب سياسي يطمح باش العائلة الوسطية يكون من قياداتها، يلزمو يقعد منفتح على شخصيات جدد، على قاعدة جديدة، على جهات جدد، وذاك هو إن شاء الله اللي باش نكرسوه في المؤتمر هذا. به سياسي نشوفوا برشا تصريحات لك والقيادات للحزب، نلقاو زاد صفحة فيسبوك نشطة برشا، لكن ما نلقاوش ردود فعل وإلا بيان وإلا كلام على قضايا الفساد المطروحة فيما يخص وزراء الحزب. مثلا أشهر قضية فساد طرحت مؤخرا وتهمة فساد كانت توجهت للسي رياض الموخر على أساس ملف الانتداب الغير قانوني، ما سمعنا لكمش ردة فعل، ما سمعنا لكمش علقتوا، ما قلتوش تدعموا الوزير
التغيير والا تحبوا انتم زادة تفهموا شنو اللي صاير؟ شنو رد فعلكم؟ شنو موقفكم؟ بطبيعة الحال كانت فما رد فعل للحزب معناها بصفه رسميه، وبطبيعه الحال احنا ندعموا الوزير والوزير اكثر من احنا من حزب افاق تونس، الحكومه رئاسه الحكومه القصبه يعني عملت بيان واضح وانه نقولوا هذا العقد قانوني. هو حتى اليوم ما شفناش بيان واضح، شفنا تصريح خرجت فما بيان واضح خرج بيان. لانه اعلاميا الكلام الكل يقول مصدر حكومي، ماهوش مؤكد شكون المصدر الحكومي. رئاسه الحكومه خرجت معناها موقف وقالت اللي هذا راهو عقد معناها قانوني، وفما منه موجود منه وكان موجود منه سيد الوزير معناها وضح اللي موجود في كل معناها في في, في العديد من معناها الادارات، وكان موجود حتى تاريخيا. ولهذا معناها توا الامر لازم نفهموا هذوما القضايا اللي يخرجوا من هذا النوع. ينجم يكون فما معناها من قبل نائب او معناها اي سياسي اخر منافس بطبيعه الحال، ينجم يكون عنده معلومه ناقصه، معلومه مش موجوده، والا راي على معلومه، ولكن فما بطبيعه الحال قضاء. ما نقولوش اتهام بالفساد وقت اللي فما عداله وفما قضاء وفما اداره، فما ناس معناها مختصين في القانون في الوزاره هذه. تفتح تحقيق في الموضوع هذا، تفتح تحقيق، هذا طبيعي معناها تفتح تحقيق في اي قضيه، ولكن فما اداره، فما مستشارين قانونيين في الوزاره، معناها الوزير مش يخدم وحده، فما مستشارين قانونيين في القصبه في الوظيفه العموميه، يعني هي ما عادش رجعت القصبه تو في القصبه. هذا بكله راهو فما اطار قانوني يخدموا فيه الوزراء. هذاك علاش كي ناخذوا اتهام وزير بشيء من هذا النوع، قول كان الاداره التونسيه ما فيهاش مختصين في القانون. حتى شفنا مؤخرا زاد نقابه الاطباء تحدثت على اتهامات موجهه للسيده وزيره الصحه السيده سميره مرعي فيما يخص شراءات لمعدات ثقيله موجهه اكثر للقطاع الخاص على حساب القطاع العام. هوني زاد اتهامات كبيره، وهذا زاد دوسي فساد. وين دوسي فساد؟ فيك تحكي على دوسي فساد؟ اتهامات في تونس ولا اي واحد يهز راسه يهز يده يعمل اتهام؟ اخي تتصور انه النقابه تتكلم وسيد حبيبه ميزوني تتكلم من غير ما عندها وثائق مؤكده؟ بلي ماشي اول نقابه تتكلم وتطلع الكلام بكله ما عنده حتى معنى، معناها قانوني. ما فماش الكلام اتهامات فساد، ماهيش مساله كلام ولا شكون تكلم. فما دوله فيها قانون، فيها عداله، فيها قضاء. هالنقابه اللي تتكلم تمشي تشكي على خاطر كان وزير او وزيره من الحكومه مش افاق تونس ولا غير افاق تونس بطبيعه الحال، ياخذ قرارات يكون فيها قضيه فساد، ويجي واحد يتكلم ويقول قضيه فساد، هي على خاطر تحترم النقابات مشات شكيت بيهم ممكن يتكلموا من هذا النوع. يعني معناها فما اتجاهات، فما معناها قرارات تتاخذ، فما مناشير تخرج، فما كذا، وفما اداره كامله تخدم، معناها احتراما لجهاز الدوله، احتراما لكيفاش باش نبنيو هذه تونس المستقبل، يلزمنا زاده فما معنا اساليب التعامل تنجم تكون في مستوى ارفع. باهي، نستدعاك انه نشوفوا تقرير من اعداد زميلتنا زهره فضلي، ثم نرجع نواصلوا حديثنا في البلاتو. اختار حزب أفاق تونس بعد انتخابات 2014 إنه يكون شريك في الحكم وتحصل في حكومة الحبيب السيد على 3 حقائب وزارية. لكن في الفترة الأخيرة من عمر حكومة السيد صعد حزب أفاق تونس من لهجته باتجاه حلفائه داخل الرباعي الحاكم، وانتقد بشدة عمل الحكومة، واعتبر أنه المشهد السياسي أصبح غير متوازن إثر تفكك حزب نداء تونس وتصدر حزب حركة النهضة الترتيب، ودعا لضرورة إعادة النظر في المشهد السياسي قبل الانتخابات المحلية. وبدا التصادم بين أفاق تونس ومكونات الائتلاف الحاكم، حيث لم يلتزم بالتنسيق في التصويت مع شركائه في الحكم على مشروع قانون البنك المركزي، وقدم على امتداد مناقشة المشروع مقترحات متناقضة مع اللي قدمها نداء تونس وصوت عليها النهضة والوطن الحر، كما رفض التصويت على مقترح حركة النهضة القاضي بإضافة سكوك إسلامية في نص المشروع، الأمر اللي أدى لتصادم بين الحزبين. رئيس الحزب وزير التنمية والاستثمار ياسين إبراهيم دعا بدوره لتغيير الحكومة، الأمر اللي أخلق وقتها جدل كبير، أصبح أفاق تونس محل انتقاد من نواب الحزبين الكبيرين، وسط حتى تذكيره بحجمه صغير اللي ما يأهلوش للمشاركة في الحكم واللي لم يتحصل عليها إلا بتزكية النداء والنهضة. حزب أفاق تونس انصهر بعدها في مبادرة رئيس الجمهورية تشكيل حكومة جديدة، وقرر سحب الثقة من حكومة السيد، وأعلن رسمياً مساندته لحكومة يوسف الشاهد.
أفاق تونس نلقاوه مرة أخرى ضمن الائتلاف الحاكم بزوز حقائب وزارية وزوز كتاب دولة، والمرة هذه بقات علاقته متوترة بالائتلاف الحاكم، وهذا ما كشف التسريب الأخير لنداء تونس اللي بين أنه هناك برشا انتقادات لوجود أفاق في الحكومة ولأداء وزرائه. وحتى أفاق نفسها سبقوا أنها انتقدت غياب التنسيق بين أحزاب الائتلاف الحاكم كما احتفظ نوابها بأصواتهم خلال الجلسة العامة لمناقشة ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة على عكس بقية أحزاب الائتلاف الحاكم. مسألة أخرى تكررت مع حزب أفاق تونس في الحكومتين وأثارت الجدل، وهو التساق تهمة الفساد بوزرائه، وين تم في فترة سابقة اتهام وزير التنمية والاستثمار في حكومة السيد ياسين إبراهيم تجاوز إجراءات الصفقات وضرب سيادة الدولة على إثر التعاقد مع بنك لازار الفرنسي لإعداد مخطط التنمية 2016-2020 وطلبوه عدد من النواب بالاستقالة. واليوم يتكرر نفس السيناريو مع وزير البيئة رياض الموخر، حيث تحدثت النائب بمجلس نواب الشعب سامي عبو عن وجود فساد داخل وزارة البيئة وطالبت بسحب الثقة من الموخر. وللإشارة فإن الحزب بصدد التحذير لمؤتمره القادم اللي باش ينعقد أيام 31 مارس و 21 أفريل 2017، ويبقى السؤال المطروح: ماذا بعد المؤتمر؟ هل سيبحث أفاق تونس عن تحالفات سياسية للدخول للانتخابات البلدية بقائمات مشتركة، خاصة أنه كان تحدث في فترة سابقة على أن الأحزاب الوسطية الديمقراطية تعيش حالة من الارتباك، في حين هناك حزب وحيد عنده القدرة والهيكلة والاستعداد للدخول للاستحقاق الانتخابي القادم. برشا مواضيع ذكرتهم زميلتنا في التقرير. احنا كنا نقبل التقرير نتحدث على ملفات فساد ولا شبهات فساد، اشارت زادة زهرة المواضيع اخرى. باش نكمل في نفس الاطار، سي فوزي بن عبد الرحمن كان تحدث في حواراته مؤخرا يقول انه نطالب الحكومه بمحاربه الفساد. ملف محاربه الفساد مطروح برشا في المده هذه في تونس، وهو يبدو انه من اولى الرهانات المرحله لانه تتكبد الدوله برشا خسائر في الملف هذايا بالذات. هل تشوفوا انه مجهودات الحكومه اليوم كافية؟ هل فما أصلا مجهودات؟ هل فما رغبة حقيقية في محاربة الفساد؟ لأنه شوفوا برشا اتهامات وكأنه الدولة متغاضية، كأنه الحكومة ما عندهاش الرغبة الحقيقية. كيفاش تقيموا مجهود الحكومة في محاربة الفساد سياسيا؟ هو راهو موضوع منذ انتخابات 2014، حتى في حكومة اللي كنت فيها حكومة سي الحبيب السيد، أنا كنت معناها حقيقة في داخل الحكومة وحتى خارجها كسياسي بطبيعة حال، وقولوا رانا ماناش قاعدين نسيروا في هذا الملف بالمعنى بالأهمية الكافية اللي سنوا فيها تونس، خاطر الفساد دمقرطة، معناها ولات ديمقراطية الفساد، معناها فما الفساد الصغير والفساد الكبير، معناها الناس ملت من وين باش يقضي قضيته، لازم هاو الرشوة هاو كذا وكذا، معناها بخلاف افرح بيا، معناها حتى معناها في ملفات الاقتصادية ولات حقيقة كارثة في البلاد. ولهذا يلزم السلطة التنفيذية، وهذا اللي كنت طالبه في وقت سي الحبيب السيد وتوا حتى مع السي يوسف الشاهد، فما بعض التقدم تنحكي فيه، وانه يلزم تعطي المثل، يلزم تعطي المثل، تعطي مثل باش قبل كل شيء ما تنجمش انت تلقى حقك اذا بالقانون واذا تمشي لجهاز القانون في القضاء، والا تمشي لاصحاب الزي في الديوان وفي غيره وما تلقاش حقك وما تنجمش تدافع وتكون فما شبهات بتاع فساد والا غيره. الدوله هذاك جهازها، هذاك مسؤوليتها، يلزمها تعطي المثل، ويلزمها في الجهاز هذا، الجهاز الامني، جهاز الديوان، جهاز القضاء كذا، يلزمها حقيقه تطبق في الاداره، تطبق معناها معنى من اين لك هذا بصفه واضحه. وهذا اليوم خبرنا يوم السبت، معناها احنا اجتمعنا كل الاطراف اللي موثقه على وثيقه كارتاج، الموقع على وثيقه كارتاج، اجتمعنا والسيد يوسف شاهد قال لي باش يجي فما مبادره باش تسهل للحكومه امكانيه التطلع على من اين لك هذا لجهاز قرابه 60,000 عون معناها في الدوله ينجم يكون معني بهذا. هذايا علاش خطوه اولى مهمه؟ على خاطر كان حتى فما فساد من الخواص والبرة، على الاقل كي تشكي بهم حد ما ينجم يشري الناس اللي بتشد الملف نتاعهم. هنا برشا بلدان الحقيقه في العالم كل في الانتقال الديمقراطي عانات من الفساد ورات صعوبات في قضايا فساد. اذا جهاز الدوله يتنظف من بعد بكله ينجم يقدم، ان شاء الله نمشيو فيه، وان شاء الله يصير مثل على اي قضيه تظهر وتخرج باش الراي العام حقيقه يحس اللي فما اراده واضحه. من بعد فما دور زاده للاحزاب السياسيه، فما دور للمجتمع المدني، ما يلزمناش نسكتوا، اي قضايا لازم الناس تتلم وتنزم تشوه بها. القانون اللي تعدى هذاك نتاع معناها الامكانيه للتونسي باش يبلغ المبلغين هذاك حمايته اذا يبلغ، هذا قانون مهم لازم يتم تطبيقه بسرعه، وان شاء الله الجهاز الدوله يتحط باش ينجم يطبقه بسرعه. معناها يعني حقيقه ثلاثة أربع سنوات الجايه باش تكون مهمه.
حب نرجع بالنسبه للتقرير اللي عملتوه. افاق تونس ماهوش صدفه، راهو اذا الناس ديما يجبدوا القضايا، صارت قضيه لازار اللي هي قضيه نجم نذكر بها بعد اللي حكيوا عليها، يعطي فرصه هو انه سيد رئيس الحكومه، انا رجل عندي خبرتين كوزير ما نخرجش وثائق من الدوله على خاطر ممنوع بالقانون. سيدة النائبة اللي خرجت وثيقة هي قانونجية وتعرف اللي ممنوع بالقانون تخرج وثيقة من الدولة، تخرج وثيقة من الدولة. سيدة ما استظهرتش بالوثيقة إلا وقت اللي هو انكر وجود الوثيقة. مش حكاية انكر، خرجت الوثيقة ممنوع بالقانون، هذا ايش نعرفها يعني. مش حكاية انكر، هو قال ما هو قال السيد الوزير قال عنده حق ينكر حاجه موجوده. الانظام الدوله معناها الوظيفه عموميه حتى الطبعه نتاعها، الانظام تاع الوزير معناها ما فيش ما فيش. اما بالقانون ياسين سامحني، بالقانون ما عندهاش حق تخرج وثيقه، بالقانون ما عندهاش حق تخرج وثيقه. وبالقانون خليني نكمل، مساش خلينا نسال في نفس النقطه. وبالقانون هل سرياد المؤخر كوزير عنده الحق ينكر انه وثيقه موجوده يقول ليه مش صحيح ومش موجود؟ ما قالش وثيقه مش موجوده، قال على خاطر يعرف السيد مازال حتى ما خلصش، قال اللي الكونتراتو ماهوش مصح من الوظيفة العمومية، صح هو ولكن مش مصح من الوظيفة العمومية، إذا الوظيفة العمومية ما صحتوش الراجل قاعد يخدم بلاش وهذاك صار. كيف كيف نفس الشيء في قضية لازار، سيد رئيس الحكومة رخص لنا وكتب لنا وعندنا الوثيقة بطبيعة الحال في وزارة التنمية، ما نجموش نعملوا حتى شيء من غير ترخيص من رئيس الحكومة باش نختاروا بنك في نطاق كراس شروط مضيق. عملنا كراس شروط مضيق واخترنا البنك وبدينا نتناقشوا معاهم في الكونترات، ما صححناش خاطر ما صحوا الا اذا يصير مجلس وزاري ويكون الناس كلهم موافق عليه. وقت اللي احنا قاعدين نتناقشوا صار تسريب وثيق، كيف كيف هذا كله راهو ماهوش بلاش تسريب الوثائق، فما اطراف سياسيه تحب تسير بالوثائق، يجي نايب ما عنده حتى دخل بالموضوع ويخرج قضيه وبنك باش يعمل لنا المخطط وكذا وكذا كذا، واللي صار هذاك بكله. بعد كي طلعت هذه بنك يعمل مخطط ما فهمش منه على خاطر خبراء في كل جهات يعملوا بنك مخطط، قال وهذا صحيح اللي راهو الطريقه اللي السيد ما قالش السيد رئيس الحكومه اللي رخص باش نجموا نعملوا طلب عروض مضيق، راهو فما ناس في القصبه وكان صحيح مش موافقين عليها. السيد رئيس الحكومه جاوب، كان تتذكروا عمل لقاء تلفزي وقال احنا هكا ولا هكا باش نكملوا في الاخر بمجلس وزاري وين نشوفوا كل المعطيات ونقروا في المجلس الوزاري، قال نمشيو الى طلب عروض ما اعرض ومش لازم نمشيو مع البنك هذه. هذه علاش نقول قضايا قضيه جو مالتا تاع سي نعمان الفهري كيف كيف هاكا جو مالتا حد ما عاد يحكي عليها، عملوا قضيه كبيره باش نعمان الفهري خرج من وزاره التكنولوجيا. هل الشخصيات السياسيه لافاق تونس مستهدفه؟ هذا شنو هو نقصد؟ الشخصيات مش شخصيات مستهدفه، افاق تونس مستهدفه. على خاطر اليوم افاق تونس كي جاو قلت لك الاف من المنخرطين جدد كي نسالوهم هذا هو انا الحاجه تعجبني وانه التونسي يعرف الصحيح. التونسي يعرف الحقيقه، التونسي يعرف شكون اللي عنده المصداقيه وشكون نظيف، على خاطر احنا كي نسالوهم الناس الكل اللي قاعدين يجونا اليوم في افاق تونس، انا الخاصيه الاولى اللي جبتك لافاق تونس يقول لك ناس نظاف. ومن بعد في المستقبل تنشوفوا شكون نظاف وشكون حقيقه عنده قضايا. معناها نفهم من كلامك انه يعني افاق تونس يعني على خاطر افاق تونس عنده صوره ناس نظاف وناس عندهم مصداقيه، الناس تحب بطبيعه الحال تتهجم على افاق تونس على هذه القيم. شكون اللي لهالدرجه يخاف من وزن افاق تونس مش اليوم؟ يخاف يقلق اي حزب سياسي عنده منافسين سياسيين يقلق معناها فما منافسه سياسيه اللي اسف التنافس مش قاعد يصير على برامج على رؤيه على مواقف سياسيه، التنافس يصير بقضايا منفعله. به انت حكيت على البرامج، برنامج حزبكم ولا اتجاهكم هو بالاساس ليبرالي ليبرالي اجتماعي. ليبرالي اجتماعي، تونس من التاريخ نتاعها الكل يقول انه بورقيبه وقت اللي اعتمد على الليبراليه صارت من بعد انقلاب عليه لانه صار ازمه اقتصاديه، بن علي زاده كيف كيف، معنى الظروف الاقتصاديه هي اللي تحكم. تونس عمرها ما عملت مسار ليبرالي، عمرها تعتبر انه اللي صار الكل لا علاقه له بالليبراليه. تونس ايش عملت؟ تونس النظام بما انه نظام ديكتاتوري كان استعملت الليبراليه لاهداف معناها الناس المقربه بصفه عامه اساسا على خاطر التحرر. الليبراليه فيها كلمه التحرر، ساعه فيها قبل كل شيء كلمه التحرر والحريات، معناها في تونس ديما يدافع على حريات الفرد على خاطر فما تحرر. في الاقتصاد كي نمشيو في الميدان الاقتصادي الليبراليه الاجتماعيه اش تقول؟ تقول الدوله إذا ما عندهاش إمكانيات بطبيعة الحال، كان دولة غنية تنجم هي تتلهى بالناس الكل، إذا ما عندهاش إمكانيات لازم تركز على الأساس. شنو هو الأساس؟ الأساس هو أولادنا ساعة قبل كل شيء، التربية. الدولة لازمها تعطي إمكانية التربية، إمكانية الثقافة للناس الكل، للمواطنين الكل، للمجتمع الكل. الدولة لازمها توفر الصحة، الدولة لازمها توفر البنية الأساسية، الدولة لازمها توفر الدعم
للفئة الفقيرة. وفي تونس عندنا عائلة على زوز في الريف، على عائلة على اثنين فقيرة في ريف تونسي، وقت اللي احنا الدعم اليوم نعطيه فيه للجميع اللي عنده واللي ما عندوش، حتى من السياح عندهم الدعم. الدولة يلزمها تركز حقيقة على قوانين اللعبة، ولكن يلزمها تحرر الباقي. تحرر الباقي شجرة لسويم ترخص، التأثير الاجتماعي وأنه قفة المواطن تولي أحسن تولي أرخص، هذه مش موجود في تونس على خاطر ما فماش حرية المبادرة، ما فماش حرية المؤسسة، والدولة ياسر داخلة في مواضيع اللي حقيقة ما عندهاش علاش داخلة فيها. مثلا علاش الدولة التونسية مشاركة في 12 بنك؟ يخش بيهم البنوك الخاصة الموجودة في تونس ماهيش ناجعة، ماهيش تخدم مليح. إذا دولة تحب تعطي مثلا في الفلاحة قروض الفلاحين خاطر ما عندهمش امكانيات والبنوك ماهيش مشجع، تنجم تعمل خط تمويل مشجع ما يستعملوه البنوك الخاصه كان اذا يمولوا الفلاح. معناها السياسه تنجم تحطها الدوله عندها الكيس دي ديبو، تنجم تخدم بها في الاستثمار. هذه هي رؤيتنا، نقولوا راينا الدوله نتاعنا عندها تركيز على التربيه، تركيز على الصحه، تركيز على الفئات الاجتماعيه ضعيفه، ما عندهاش تدخل في يعني القطاعات التنافسيه. احنا تقريبا الوقت فيه، ما نجوش نختم من غير ما نتحدثوا على الانتخابات البلديه. هل منتظر انه فما تحالفات؟ نتحدثوا على نهضه نداء، نتحدثوا على جبهه انقاذ. افاق تونس اليوم وين من الساحه السياسيه؟ مع شكون تتموقف؟ كل شيء التاريخ الحقيقه معناها تاريخ المقترح احنا معاه، وقلنا كان نجم نزيدوا 4 أسابيع للتسجيل خاطر من المرفوض باش نسجلوا المقترح في جوان في رمضان وشويه في جويلة، قلنا يلزمنا نمدوا على خاطر احنا خايفين من حاجه. الانتخابات البلديه تنجم تبدل مسار البلاد، تبدل صوره السياسي في تونس وصوره حتى المجتمع المدني في تونس، على خاطر المواطن باش ياخذ مساره باش تولي دوله المواطن. نتعداو من دوله الناس اللي تسير ما نعرفوش شكون، لا دوله المواطن على خاطر هي شؤون محليه مرحله هامه. بطبيعه الحال احنا في افاق تونس في العائله الوسطيه باش ننظروا امكانيه التحالفات. بدينا بعض النقاشات مع مجموعات من نداء تونس وغيره او من مشروع تونس او معناها الاحزاب الوسطيه اللي تنجم تقرب لنا. بطبيعه الحال باش نكونوا منفتحين، هذا باش يكون نقاش من نقاشات في المؤتمر. بطبيعه هذه رؤيتنا للقيادة السياسية الحالية، وإن شاء الله النقاش هذا كان مشينا في هذا التماشي باش نبداو معناها نتناقشوا بأي صفة نجموا نعملوا هذه التحالفات، نخدموا كأننا ماشيين وحدنا ولكن في نفس الوقت نتناقشوا مع الأطراف الأخرى. يعطيك الصحة سي ياسين إبراهيم، كنت موجود حضرنا اليوم، ميرسي بوكو.